حقق معرض أهل مدارس بقرية أبو عطوة تابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية نجاحا وإقبالا كبيرا من المواطنين على شراء مستلزمات المدارس. يأتي ذلك ضمن توجهات الدولة بتخفيضات تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد. تضمن المعرض تقديم كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب. لأول مرة يقام معرض أهلا مدارس في أبو عطوة بالإسماعيلية. بنقدم في المعرض أسعار مخفضة جدا عن مثلها في الأسواق من ملابس مدارس وأدوات مدرسية وأحذية وبعض الملابس الخاصة بالجامعات، وأناشد المواطنين بأن هم يجوا يبتدوا يشوفوا المعارض دي، هيلاقي أن الأسعار مخفضة جدا جدا بنسبة تصل ل 30% عن مثلها بالأسواق. عاملين أسعار مخفضة لجميع الملابس المدرسية من كتب وشنط وملابس بناتي وأولادي وجميع المنتجات المدرسية. أسعار أحسن من بره بكتير، وهنا الدنيا كوتشيات كلها جميلة بالصلاة على النبي، وأنا واحد من الناس واخد كوتشيين بدل 200 جنيه بجيبهم من بره هنا ب 150 جنيه.